ترك موكب زفافه لأنه اختار عرس السماء واختاره الوطن شهيدا. صرخ قلب الأم العظيمة لكنها لم تسقط دمعة واحدة. غاب أمام عينيها تنهدت بمرارة، ربما أن قلب الأم قد أوجس لها بأنها لن تراه ثانية، وبالفعل لم تراه، فقد انطفأت روحه لأنه شاء أن يشعل بها ثورة عظيمة سطرت له اسما من ذهب. إنه مهندس ثورة 26 من سبتمبر، الشهيد البطل علي1937 في بيت الرداعي بمديرية السدة محافظة إب في كنف أخواله ووالدته، وختم القرآن وهو في 7 من عمره، ثم التحق في مدرسة الأيتام عام 1946 بالصف الرابع مباشرة، وذلك لما لوحظ من حدة ذكائه وقابلية استيعابه المذهلة، حيث أكمل الابتدائية والإعدادية ومن ثم الثانوية بنفس الوتيرة العالية، وازداد نضجه وإدراكه، وترسخت في ذهنه مبادئ الحرية والثورية المجردة من كل شائبة، ومن ثم التحق بالكلية الحربية الفوج الثاني، والذي أطلق عليه دفعة علي عبد المغني. وبعد تخرجه في عام 1961 تم نزوله إلى قريته في زيارة شخصية لأهله، وأقام عند والدته، وفي تلك الأثناء صارح أمه بأنه مقبل على عمل عظيم هو وزملاؤه، ورجاها أن تدعو له. ناشدته أن يخبرها ما الذي هو مقبل عليه، فسألها عن رأيها في الحكم الملكي في عبوديتهم للناس وذبحهم للأحرار، فأجابته بفطرتها النقية أن ما يقومون به لا يرضي الله ولا رسوله وأمرهم إلى الله. تبسم وأدرك أنه قد رضع ثوريته من هذه الأم الأبية، ثم قال لها: والله يا أمي ما تسمعي عن ولدك إلا ما يسر خاطرك، ولن أموت إلا موتة الأبطال. وبعد وصوله إلى مدينة تعز، قام الشهيد علي عبد المغني بالاتصال بخلية الضباط الأحرار، وانتقل إلى الحديدة للغرض ذاته، ومن ثم عاد إلى صنعاء، وهو ينوه دائما إلى ذلك الظلم في بلادنا، وكان يقول: لولا الإمامة ما بقي المحتل البريطاني في جنوب الوطن. في عام 1956 عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، نظم علي عبد المغني مظاهرة طلابية مهيبة هزت عرش الإمامة، وكانت أول مظاهرة، وعلى أثرها سجن في الرادع مع مجموعة من زملائه الطلبة. وبعد تخرجه من الكلية الحربية ومدرسة الأسلحة، بدأ مشواره للإعداد للثورة، ونظم تنظيم الضباط الأحرار، وتواصل مع العلماء والمثقفين والمشائخ وكل الأحرار داخل اليمن وخارجها. وفي شهر يوليو عام 1962 التقى بالزعيم جمال عبد الناصر على متن باخرة مصرية في البحر الأحمر بشرم الشيخ، حيث تم سفره إلى هناك على ظهر الباخرة اليمنية مأرب التي كان قبطانها الرائد محمد علي عبد المغني، وكان ركوبه عليها من المخاء، وقد رتب له هذه الزيارة محمد عبد الواحد القائم بأعمال السفارة المصرية بصنعاء. بعد عودته من مصر نظم مظاهرة الطلبة في كل من صنعاء وتعز والحديدة في شهر أغسطس 1962، لأنه أدرك أن هذه المظاهرة هي الجرس الذي سيجعل جميع اليمنيين
يصحون من نومهم، وإذا صح الشعب من نومه فهو القادر والمتكفل بحماية الثورة، خاصة وأن هؤلاء الطلبة ينتمون إلى كل المناطق اليمنية. لم تكن ثورة 26 من سبتمبر المجيدة صنيعة لشخص بعينه أو حكرا على جماعة بذاتها، فثورة 26 من سبتمبر هي ثورة شعب بأكمله، ولا تخلو ربوع اليمن قرية أو مدينة كانت من شهيد أو مناضل أو أديب أو شيخ إلا وكان له دور في صنع الثورة أو الدفاع عنها. وليلة الثورة السبتمبرية اجتمع مع مشائخ اليمن الذين وصلوا إلى صنعاء لمبايعة الإمام، ولكنه بحدة ذكائه وقدرته على الإقناع استطاع أن يغير الكفة إلى صالح الثوار، وأشركهم مع الضباط في تفجير الثورة. قاد الثورة ليلة 26 من سبتمبر عام 1962 بحكمة، ووضع خطة الثورة بدقة، وصاغ أهداف الثورة وبيانات الثورة، وقد كتب أهداف الثورة باسم الجمهورية اليمنية: ما أعظمك أيها الثائر الأبي صاحب الحس الثاقب ذو الشخصية الفذة. فلا نستعجب حين يذكر الكاتب الكبير حسنين هيكل أن الزعيم جمال عبد الناصر بكى حين علم باستشهاده، فهو مهندس الثورة بالفعل وصاحب الدور القيادي لتفجير الثورة، كما أكد ذلك مجموعة من زملائه الضباط الأحرار. وقد استشهد المناضل الكبير علي عبد المغري في محافظة مأرب وهو يؤدي واجبه في مطاردة ومجابهة أعداء الثورة اليمنية السبتمبرية الخالدة. رحم الله الشهيد علي عبد المغني، ورحم الله جميع شهداء الثورة والوحدة. انتصرنا وكان سلاحنا كفاح والمبادئ